بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبالله نستعين. متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أحييكم بأجمل تحية من هذا الموقع التراثي ميدان سمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نذكر من هذا اليوم يوم الأحد من طريق 5/3 لعام 2023 تنطلق أول أشواطنا ريل رحلة الفتامين. الرحلة هي 1500 متر. انطلق شوط الحلفة قبل قليل، حمل أسماء كبيرة، حمل شعارات عديدة. نبدأ برحلة مع الصدارة كي نتعرف إلى هذه الأسماء القادمة الشاهينية. على المقدمة عبد الله بن أحمد بن عود الرميذي يأتينا مع الصدارة ومع المركز الثاني. أما المركز الثالث، عودة إلى المركز الثالث، هي من تحمل الرقم 1 الذي قادمه بقيادة أحمد بن مبارك بن مطر الرميذي. والمركز الرابع، شوف التسلل ما شاء الله، الساعية الذي قادمه أو ساعة نعم قادمة، خادم بن محمد بن مطر الرميذي. يا عود بن يوم صورنا الى اشعارات الذي لم تحضر بالنداء، اشعارات قادمه، اسماء قادمه نحو هذا الشوط. اول رحله اشواطنا الشوط الحلفه، من له نصيب الاسد، من له نصيب الناموس، ولكن السلال الشاهينيه من تقود الصداره، من تقود الصداره. دير بالك المركز الثاني، الوصول والمتابعه، هناك الساعه قادمه، الخطوره وارده اخواننا، الناموس الى وين؟ شوف التسلل، شوف الصراع، شوف النزاع، ولكن وين؟ الساعه الساعه بدات تطير الى البدايه، غادت صلب الصداره، غادت صلب الانتصار. مشكور يا ابو محمد مشكور. اذا خادم بن محمد بن مطر الرميذي من فتح اول بوابته الانتصارات الانجاز. سلام لآل السمحة، سلام مشكور لدعم الرسمي محمد بن مطر بن محمد الرميذي. صباح الخير يا أبو خادم لحظات الوصول، وصول الساعة إلى خط النهاية بالإنجاز. ونمو سلام للسمحة والتحية لخادم بن محمد بن مطر الرميذي. المركز الثاني عندك لعبد الله بن أحمد بن عود الرميذي، والمركز الثالث كذلك العودة ببقية الأسماء من خلال الشاشة. التوفيق للجميع، العودة بالتوقيت الزمني 2:16 و75 جزء من الثانية. سلام أبو محمد سلام بأول أشواطنا أشواط الحلفة.